لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معاك لو تيأس بلحظة وتخذل من معاك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معاك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة بين كماشتين الحلقة الرابعة ابنك يا أحمد ابنك أيمن طلع مسحور إيش إيش؟ مسحور؟ مش معقول للأسف يا أحمد هذه الحقيقة ومين ده اللي سحر ابني؟ قل لي مين؟ ما كلمناش الشيخ من هو اللي سوى السحر لابنك حاولت معه كثير لكنه رفض ايش اسوي الان ضروري اعرف من هو هو ضروري صح بس الاهم نبطل مفعول السحر قبل ما يجنن عليك الولد لان الشيخ قال لي اذا ما ابطلناش مفعول السحر في اقرب وقت ابنك بيجنن سمعت يا احمد ابنك بيجنن يا الله طيب وكيف بنبطل مفعول السحر ده دلني الله يرضى عليك الشيخ قال لازم نطلع السحر المدفون وكيف بنعرف مكان السحر الشيخ قال لي بمكان السحر لو تعرف فين يا أحمد بيشيب شعر راسك حاتم لا تحرق أعصابي اتكلم وقل لي السحر فين السحر يا أحمد مدفون تحساس بيتك الجديد اللي ساكن في بنته وجهارك إيش؟ مش معقول مساء الخير مساء النور فين أمي؟ أمي هلا بغرفتها تصلي العشاء طيب كيف إيمان؟ أنا قلت لك أول ما توصلي لعندي تتصلي لي وتطمنينا فليش ما اتصلتيش؟ إلا والله أني اتصلت لك بس تلفونك مغلق أيوة صح ذكرت تلفوني طفى وما كانش معي الشاحن عشان أشحنه في السيارة يلا خير طمنينا كيف إيمان؟ الصراحة إيمان تعبانة إيش تحس بالضبط؟ قولي لي تشكي من وجع في راسه وحمى وإسهال وقالت إني لا تشم ولا تطعم الأكل يمكن مع الزكمة بيحصل للواحد كذا ليش في بي زكمة كمان؟ يمكن مع البرد زكمت وحتى فوقه سعلة جافة وصوته يطلع بالقوة كأن حلقها ملتهب الأعراض دي اللي قلتي عليها كأنه أعراض كورونا الله لا قال لا تفاولش أنا ما فاولش أنا أتكلم من منطق الأعراض اللي بتظهر للشخص المصاب فيروس كورونا اللي تشبه تماماً الأعراض اللي بتشتكي مني إيمان بس إيش تعرف منك؟ هي بتحس بألم في الصدر وصعوبة في التنفس؟ مش عارفة بس ليش؟ لأن دي أعراض فيروس كورونا ومن الأعراض الشائعة والخطيرة وإيش تعرف هل إيمان بتعاني من دي الأعراض كمان ولا لا؟ عشان نقدر نلحقي قبل ما تتأزم صحتك تر أيوة خلاص بكرة بروح أزوره وأسأله تمام بس لازم تأخد احتياطاتك عشان إذا لا قدر الله مصابة بفيروس كورونا ما تنقلش العدوى لك الله يستر يا الله من فين أجت لي المصيبة دي ومن هو اللي سوى في ابني كده من هو أشتي أعرف من هو يا حاتم يا أحمد اهدى وصلي على النبي مش وقت هذا الكلام وضروري تسوي زي ما قال لك الشيخ عشان تنقذ ابنك قبل فوات الأوان إيش في بك يا حاتم أنا مش مجنون أروح أخرب البيت الوحيد اللي أملكه في الدنيا واللي ساترني أنا وزوجتي وعيالي واللي جلست سنين وبعت ما فوقي وما تحتي عشان أبني أنا فاهمك يا أحمد مقدر وضعك بس ابنك بيضيع من يدك
وبتخسر العمر كله، والولد غالي يا أحمد. هو فلذت كبدي وفديه بروحي، بس عشان أنقده أخسر بيتي. يا الله خارجنا، يا الله خارجنا من دي المصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا أحمد، خلاص يا صاحبي، اهدى وصلي على النبي، وأنا وعد مني بلقالك حل هذه المشكلة. اهدى وخلي هذا الموضوع على الله ثم علي، وبإذن الله بخارجك. يا إيمان كيف صحتك اليوم؟ والله يا كرم أنا اليوم تعبانة أكثر من أمس، وكل يوم يجي علي وأنا مرض أكثر من اليوم اللي قبله. بعد عرفتوش إيش أسوي، شربت دواء وما فيش فائدة. إلا قولي لي يا إيمان، تحسي ألم بصدرك وصعوبة في التنفس؟ أيوة يا أختي، واليوم بالذات أجت علي لحظات ما قدرتش أتنفس. الله يعافيك. مالك مالك يا كرام، بعدتي من جنبي ولبست الكمامة؟ ها؟ لا لا لا، ما فيش حاجة. يا ما يا حبيبة قلبي، في بي ولا في بيك إن شاء الله. كله من لما رحنا الزواج ده ما عاد شفتيش في يوم حتى عافية. ليت والله وإحنا ما رحنا. أنا قد عرفت البنت دي في بعين. أمرهم لله، أمرهم لله، اللي عيونهم تفلق الحجر. أيوة يا أختي أكيد، لأن ما بتبغطش المرتب كله. مرضي مش سهل، لكن مش بسبب العين. إلا يا بنت العين حق. وإيمان بنت عمك من يوم ما راحت للزواج ما عاد لقتش عافية. لو كانت هي مريضة مرض عادي كانت تعافت على الأقل. إلا صدقك يا خيرية، معك حق، بس يا أختي كيف نعالجها من العين؟ أنا أعرف واحدة فاهمة في دي الأمور، عالجت ناس كتير من العين والسحر، بروح لعنده. هيا اتصلي لأني في ذلك، اتصلي للرقم حقي لو معك. والله يا أختي ما عنديش رقمه، لكن أقول لك أنا بروح لعنده. يا أستاذ إحياء، أستاذ إحياء ممكن دقيقة أكلمك؟ أكيد يا أيمن، تفضل. أنا كملت دفتري ونقلت كل الدروس الناقصة علي من دفتر زميلي. يا سلام عليك يا أيمن، أنا فخور بك جدا لأنك كملت دفترك، وفرحان بك أكثر لأنك لابس الكمامة، وده يدل أنك شخص عندك وعي واهتمام، وحييك من كل قلبي، وأتمنى أنك تستمر على ده الشيء. الفضل يرجع لك يا أستاذ إحياء، لأن تعاملك يعبر عن الحب ويحسس الواحد أنه له قيمة، وأسلوبك يحفز الواحد أنه يقدم أفضل ما عنده، مش مثل ما أبي. ليش؟ ما لبك يا إيمان؟ أبي يا أستاذ إحياء يعني باختصار ما يحبناش. ما يحبكش؟ لا لا مستحيل، ليش تقول كده يا إيمان؟ لأنه يستدعى منا معاملة قاسية غير أخوتي الباقيين، دائما يردنا الغلطان ويقوم ضدي، عمره ما حسسنا أنه الكلمة في البيت، ويمشي كلام أخواني عليه رغم أننا الكبير فيهم، لأنه أنا في نظره ما لي أي قيمة ولا لي حتى قيمة في البيت أصلا. هذا الشيء خلاني أكره البيت وأكره الدراسة وأكره كل حاجة في حياتي، حتى الحياة ما عادتش عايشة. قد الموت عندي أحسن، ولا أن أنا أعيش مع ناس ما يحبوني. خلاص يا إيمان خلاص، هدا وتعال معي، تعال. وأخيرا لقيتك، فين أنت يا أحمد؟ كم قد اتصلت لك وكم دورتك يا أخي، فين اختفيت؟ لا اختفيت ولا حاجة، أنا خرجت أشم هواء. خير؟ إيش فيه؟ اطمن، أنا ما يجي مني إلا كل خير، وأجيت عشان أقول لك إني بكرت من فجر
ورحت لعند الشيخ وحكيت له عن ظروفك وقلت له يشوف لنا حل، لأننا عارف ما بيحل مشكلتك إلا هو، وجزاه الله خير دلنا على حل بيناسبك. ها إيش الحل؟ قل لي بسرعة إيش الحل. قال لي يا صديق السلامة إن السحر مربوط بين ابنك ووجوده في البيت، بمعنى إن ابنك طول ما هو ساكن في البيت بيجلس السحر مأثر عليه، لكن إذا خرجت ابنك من البيت بشكل نهائي بيبطل مفعول السحر عليه تماما. أها هو ده الحل المناسب اللي أجيت تفرحني فيه با. طيب فين ابني يعيش؟ في الشارع؟ لا 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 مش في الشارع، دور بيت تاني. فين بيت تاني يا حاتم؟ وبعدين ما ينفعش أخلي ابني يعيش بعيد عني. بسيطة، الحل موجود، بيع بيتك واشتري لك بيت تاني وصلى الله وبارك. ايش؟ ابيع بيتي؟ ايوه بيعه وخارج نفسك من هذه المشاكل، واحرف مني اجيب لك واحد يشتريه بالسعر اللي تشتي، وما اشتيش منك حق دلالة ولا اشتي منك ريال. ايش ايش؟ صدقني يا احمد هذا انسب حل لك، لكن براحتك فكر ورجع لي خبر. يلا مع السلامة. انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الذاري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.